المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع، وهي في الغالب أكثر المهن إثارة وتنقل وتغيير. الأستاذ أشرف عبد العزيز أحد هؤلاء الذين تعرف أنهم حاضرين بقوة أينما حلت قضايا المشاهير، فيضيف بحضوره على مهنته المثيرة للجدل جدل آخر يخص أصحاب القضايا. هو قصة نجاح وصعود متميزة وخاصة جداً. الأستاذ أشرف عبد العزيز، أولاً بشكرك أنك استضفتنا في مكتبك الجميل ده. أهلاً بحضرتك، مبسوطين بالفيو قوي. أنا تشرفت بيك وتشرفت بحضرتك. شكراً يا أستاذ أشرف. تسلمي. لما نتكلم عن المحاماة لازم كده نيجي عند ناس من الكبار اللي سبقوا واللي بقالهم سنوات طويلة في المهنة ونغش منهم شوية حاجات. طبعاً. فاحنا النهاردة عايزين نغش منك حاجات كتير، بس اسمح لي الأول عايزة أعرف تكوين المحامي الشاطر اللامع. حضرتك واحد من الناس اللي يصنف، وانت بتزعل لما بقولك كده، لكن تصنف محامي لامع في مجال كبير في شغلته، ودي حاجة حصلت على مدار سنين مش كده؟ بص حضرتك، يعني احنا محامي من ضمن محامي مصر، ده تواضع جميل. لا مش تواضع، دي حقيقة، لان في اساتذة كبار موجودين. ينفع اقول من الشاطرين والمشاغبين؟ يعني ممكن نقول مشاغبين، صح؟ ممكن. طيب عايز ابتدي بس المشوار من اوله، لانه كتير قوي من الشباب اللي في بدايه السكه بيبقوا حلمهم القعده دي، المكتب الحلو ده، التحقق ده، الاخبار، الصحافه، ده حلم طبعا. وصلت له بالسهل؟ لا طبعا. احكي لنا بقى ايه بالنسبه لحضرتك المحطات اللي كانت اصعب واكثر قسوه يعني عليك في بدايه تفتكر مثلا مره قلت انا ليه بعمل في نفسي ده كله؟ المحامين دايما بتبدا بدايه قاسيه. ليه الشغلانه دي بالذات بدايتها صعبه قوي؟ لان احنا بنطلع من الحياه النظريه للحياه العمليه. تفوجئي باول العمل كمحامي المرتب قليل جدا 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 جدا، يعني انا اتذكر ان كان مرتبي وانا محامي تحت التمرين يعني نقدر نقول سنه 91 مثلا 20 جنيه يا نهاري في الشهر. في الشهر اصل 91 ده مش بعيد قوي يعني. لا طبعا، ده رقم قليل قوي. ده 31 سنه. ف 20 جنيه وبقى 50 جنيه وبقى 70 جنيه. ولكن انا تملي اشكر استاذي اللي اشتغلت معاه واللي علمني، ما بخلش عني ابدا. ولكن انا تملي بقول اني هم علموني المهنه، علموني ان انا اشتغل محامي او امتهن مهنه المحاماه.